بالليل الدنيا برد، الصبح الدنيا حر، كل شوية يجي لنا خبر على وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة والمرئية، خلوا بالكم لأن في تقلبات جوية. إيه أخبار التقلبات الجوية اللي إحنا بنشهدها؟ وإيه أخبار اليومين ثلاثة اللي جايين؟ هل هتستمر الموجة الحارة اللي إحنا كنا فيها ولا هتبدأ الدنيا درجات الحرارة تنخفض؟ معانا على التليفون دكتور وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية. برحب بحضرتك معانا دكتور وحيد. أهلاً يا سيدينا. إزاي حضرتك؟ عامل إيه؟ أهلاً بيك يا فندم، الله يحفظك. إحنا في حيرة من أمرنا، إحنا إيه بالظبط؟ حر، برد، هواء، ايه الاخبار؟ يعني احنا طبعا لسه في بدايه فصل الخريف، اللي طبعا بيتسم بالتقدمات الجويه الحاده والسريعه اللي ممكن ان احنا نشاهد خلال اليوم الواحد الاربع فصول، وده اللي احنا بنعيشه فعلا خلال هذا الوقت. فعموما يعني كل الخرائط تشير الى استمرار فرص سقوط الامطار في المقام الاول على المدن الساحليه اللي بدا فيها سقوط الامطار اعتبارا من الامس، كانت غزيره الى حد ما على المدن الساحليه زي اسكندريه ومطروح والمناطق الشرقيه زي رفح والعريش وبورسعيد. طبعا احتمالات سقوط الامطار على القاهره والمناطق الداخليه ضعيف شويه، لكن يبقى الجو الحمد لله ما بين المعتدل، ويميل الحراره الى حد ما ما بين وقت الظهر والعصر على القاهره الكبرى، لكن طبعا بالليل مع غياب اشعه الشمس والانخفاض التدريجي في درجات الحرارة الجو بيكون لطيف في بداية الليل، بيميل للبرودة إلى حد ما خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح. لذلك طبعا بوصي كل المتواجدين خارج منازلهم ليلا يعني يلبس حاجة تقيلة نسبيا زي سيميزون كده، يعني مثلا قميص بكم أو حاجة يعني تقييم من ليه برودة الجو، يخلي باله شوية. بس دكتور وحيد عايز أسأل حضرتك، يعني احنا دلوقتي كان كل وسائل الإعلام النهاردة كانت كاتبة ان في منخفض جوي، مع ان النهاردة صحينا لقينا درجات الحرارة مرتفعة، ف يعني هل ده طبيعي؟ طبيعي طبعا، لان هو اهم حاجة احنا بندور على مصادر الكتل الهوائيه اللي هتاثر علينا. فوجود هذا المنخفض تاثيره بالنسبه للقاهره حضرتك يعني كده ببساطه كانت الرياح كلها جايه من الصحراء، وده اللي ادى الى الارتفاع البسيط في درجات الحراره، لكنه ارتفاع مؤقت لان بكره كل الخرائط بتشير الى انخفاض ما بين درجتين الى ثلاث درجات. طبعا احنا لازم خلال فصل الخريف اللي بيعتبر من اجمل فصول السنه على مصر، احلى جو ده فعلا، يجب ان احنا نحتاط برضه حضرتك فيه، خاصه اخواننا الموجودين على المدن الساحليه الموجودين في محافظات الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر. دكتور وحيد سؤال اخير، طبعا احنا ان شاء الله الشهر الجاي هيبقى عندنا كوب 27، يعني مؤتمر المناخ. عايز اسال حضرتك، هل فعلا كخبراء ارصاد بداتوا تلاحظوا على يعني على مصر، مش القاهره قصدي، على مصر تغيرات جويه مناخيه بدات يعني تبقى تصل لحد ظاهره في التغير المناخي ولا لسه؟ اصل حضرتك الحاله الجويه ما لهاش حدود، يعني يعني بيسري على مصر، بيسري على كل دول العالم، صح. لان الغلاف الجوي مفتوح كله على بعضه حضرتك، لكن ما فيش شك ان كعمليه احصائيه على مستوى 200 دوله تقريبا مشتركين في المنظمه العالميه للارصاد الجويه، بتقول ان في تطرف مناخي الى حد ما. طبعا ظاهره الاحتباس الحراري نتيجة بعض استخدام الوقود الأحفوري أدت إلى ارتفاع درجة الحرارة حوالي من 6 إلى 8 من 10 درجة مئوية. لو احنا استمرينا على نفس المعدل قد ترتفع درجة الحرارة أكثر من درجة، وهنا هتسبب يعني كارثة بيئية شديدة جدا حضرتك. صحيح. فطبعا صحيح. في توصيات كل سنة من خلال الاجتماعات، والحمد لله يعني مصر أصبحت قبلة العالم خلال الشهر الجاي انها هتستضيف كوب 27 على اساس يبقى فيه توصيات، ويا ريت تؤخذ ماخذ الدال خاصه من الدول العظمى حضرتك، اللي هي السبب اساسا في الاحتباس الحراري اللي موجود. بالظبط يا فندم، وعلى راسهم طبعا الولايات المتحده الامريكيه، الصين، روسيا والدول الاوروبيه. وطبعا احنا بنتعشم ان احنا نستورد التكنولوجيا الحديثه، حتى يمكن مصر بتتكلم غالبا باسم افريقيا بالكامل طبعا، لان هي الاكثر نقول تضررا
من هذه الظواهر الجوية حضرتك. دكتور وحيد سعودي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على إعطائنا المعلومات الكافية بخصوص الحالة الجوية خلال اليومين ثلاثة كمان الجايين دول، وزي ما حضرتك قلت بضم صوتي لصوتك كل اللي بيسمعنا النهاردة يخلي باله، لأن جاي علينا انخفاض في درجات الحرارة، صحيح طفيفة ولكن برضو ناخد بالنا علشان أدوار البرد الواحد بقى بيشك فيها الأيام دي.